بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أخذنا الحذف، هناخد مع بعض الأبديت. أنا عارف إن اديتلكم أسايمنت بس أنا هحلها برضو عشان إن شاء الله نوصل في الآخر إن إحنا نقدر نعمل العمليات الأساسية: إضافة، تعديل، حذف، بحث، عرض بيانات وإلى آخره، حتى ولو على الفايلز، عشان بعدها على طول إن شاء الله تاخد بروجكت على فكرة مختلفة ولو سمول بروجكت، بس عشان تمشي ايدك وتبدا تبني بايديك. فانا هاخد نفس الاكزامبل ده كده اللي هو بتاع الديليت ده، وهحدث فيه بحيث انه يمشي معايا على التعديل. انا كنت وجهتكم انك تعملوا في الاساينمنت، اعملوا الابديت بشكل معين او اديتكم طريق معين، لوجيك معين تعمل بيه الابديت. المره دي انا هعمل الابديت بس بلوجيك مختلف تاني عشان يبقى انت استفدت من اللوجيك ده، وانا هقول لك لوجيك غيره والى اخره، يعني كلها من الاستفادة. فأنا find in files هدور على الفايل، مش تعال نجيب بس من الأصل للبرنامج، هسيرش ماشي، هيجي لي نتيجة هسبلتها وعرضها. قبل ما أعرضها هاجي هنا بقى، أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عاوز أعمل كده الأول، يعني الفكرة بتاعتي أو اللي عندي أنا بقى اللي أنا هشتغل عليها إيه هي؟ إن أنا هبرنت لليوزر، هقول له مثلا كليك انتر to escape edit، تمام، or write the new value وخلاص. ايه اللي انا عملته الاول؟ بفهمه ان انا هعرض له البيانات، هو عايز يسيبها زي ما هي بيدوس انتر، عايز يعدلها يعدل، لو عايز يعدله ويخش على بعدها، تمام. فمش مش هعرض البيانات ببرنت، انا هعرض البيانات بانبوت، تمام، هعرض البيانات بانبوت لانه بعد ما اشوف البيانات يسيبها يشتغلها. بس طبعا انا برضو كويس ان دي جت الامبلوي نمبر، مش هخليه يعدله يعني، وليكن انا عندي ان انا مش عايز اخليه يعدل الامبلوي نمبر ده، بالنسبه لي يونيك وانا مش عايز اخلي حد يقدر يعدله. مثلا هبدا من الامبلوي نيم، هبدا من الامبلوي نيم، ماشي، من employee name هعرف variable جديد اسميه new name، الاسم الجديد، وبدل ما هو بيطبع برنت هقول له لا ده input خلاص، واليوزر ممكن يدخل قيمته، وبالتالي هقول له ايه الامبلوي كذا كذا، بس طبعا انا هعمل سبيس كده او حاجه كده مثلا، بحيث ان هو يقدر ايه يدخل القيمه الجديده بتاعت الاسم الجديد. بس برضه لازم ازود حاجه، لان ممكن يكون داس انتر وما عدلش النيم، فهقول له اف ان النيو نيم لو كان بيساوي دبل كوتيشن فاضيه او سنجل كوت فاضيه، لان طبعا ما بيعملش نان، لان هو بيعتبره دخل بيانات بس لا شيء. فبقول لو كانت فاضيه يبقى خلاص، يبقى النيو نيم، يبقى النيو نيم ده هيساوي نفس الاسم القديم اللي هو في السيل اوف 1، صح كده؟ ان انا بقول له الانبوت الامبلوي نيم كذا، من غير هنا بقى مش لازم اعمل هنا بقى سنجل، يعني ممكن اعملها كده مثلا كده، ماشي. يبقى انا بقول له اسم الموظف كذا، حلو. لو داس انتر من غير ما يدخل حاجه اصبح نيو نيم فاضي، لا مش هينفع يبقى فاضي، هقول له اف ان نيو نيم فاضي، يبقى معلش يبقى النيو نيم بيساوي القديم السيل 1. بنفس الفكره دي همشي على الباقي. طبعا لو هو مش بيساوي فاضي خلاص هياخد الاسم اللي دخله اليوزر الجديد، وبنفس الاسلوب ده، تمام. انا هبدا ايه اشتغل على الجوب، ومن بعدها السالري. فانا هقول له نيو جوب، هقول له انا البري جوب، وادي كان في سيل 2، وهقول له اف ان نيو جوب فاضيه، يبقى نيو جوب هيروح ياخدها من السيل 2، وهنا السالري انتري سالري ده من سيل 3، ولو كان السالري فاضي
يبقى السالري ياخده من 3، مش هطبع السالري بقى هنا خلاص. هنا ما كنت بساله انت عايز تدلت ولا لا، اصلا انا مش هقول له انت عايز تدلت ولا لا، اصلا هو المفترض مش سيرش فور فاليو بس، تمام؟ سيرش فور فاليو، سيرش فاليو تو اديت، اصلا تو ابديت. دخل بيانات دخل قيمه بحث لتعديل البيانات الموازنه، تمام؟ اصل الموضوع ان هو اصلا بيدخل بيانات عشان يدور، عشان ايه؟ عشان يعدل، مش عشان يبحث. هو ده البرنامج ده اللي بيدور على حاجه يعدلها، تمام؟ فمش هساله انت عايز ديليت ولا مش ديليت ولا كلام من ده خالص. طب الحته دي اف ان ديليت رو، هقول له لا هي اسمها ابديت رو امس داتا وهبعت له الريزلت. لا مش هبعت له الريزلت، انا لازم ابعت له الريزلت دي الاولد فاليو، صح؟ دي الاولد رو. لازم كمان ابعت له حاجه اسمها نيورو. يعني ايه النيورو ده؟ اللي هو السجل الجديد متظبط، يعني اللي فيه الاسم الجديد والجوب الجديده والسالري الجديده والكلام ده. يعني هضطر اعمل حاجه اسمها نيورو كده واظبط فيها الحاجات بتاعتي. الاندنتيشن صعب بيضايق، ماشي. المهم نيورو هتبقى عباره عن ايه؟ اولا الامبلوي نمبر احنا ما غيرناهوش، يعني هجيبه من السيل. ما تنسوش انا عايز اعمل الاي دي كوما النيم كوما كده، فانا هقول له ايه؟ ده مش هغيره، اللي هو رقم الموظف، بعدين بس هحط كوما، وبعدين هجيب النيو نيم، وبعد النيو نيم كوم، وبعد النيو نيم هجيب النيو جوب، بعد النيو جوب كوما، بعد النيو جوب بعد الكوما بتاعت النيو جوب هحط النيو سالري. ما تنسوش ان النيو سالري بيبقى وراه حاجه كده رخمه شويه، بس احنا ساعات بس احنا بنحتاجها، اللي هي الايه؟ سلاش ان عشان يعمل نيو لاين. دي طبعا هتعمل لنا ممكن في الطباعه هنا بتاعت السالري ممكن تعمل لنا انتر، مش مشكله. بس على المهم ده لازم يروح كده، ده لازم يروح كده، يبقى ده الرو على بعضين جوه ايه؟ النيورو الجديد ده، فيبقى ده الرو الجديد. فانا لما اجي اقول له ابديت هقول له ابعت له القيمه، الريزلت ده القديم اللي هو الاولد رو والنيورو الجديد. ولو كانت ترو هقول له امبلي ابديتد سكسسفلي، إلس يبقى وي كان نوت ابديت امبلي داتا هنا وخلاص. مفيش حاجه اسمها فايل إلس دي بتاعت امبلي نوت اكزيست، ده لو اصلا ما لقاهوش من الاصل البحث يعني. طيب نو بروبلم، يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها ابديت رو اللي هي مش موجوده. انا كان عندنا ديليت رو، انا هعدلها ديليت رو دي، خليها ابديت رو. تاخد فايل باث، بتاخد الرو، بتاخد دي اسمه الاولد رو بقى، الاولد رو. وهيبقى عندي واحد تاني اسمه نيو ايه؟ النيو رو. المفروض اسحب ده واحط ده، يعني المفروض ادلت القديم واحط مكانه الجديد. طيب فاول حاجه قال لك ايه؟ انا اعمل ريموف. لا ما ينفعش اعمل ريموف اول مره. اول حاجه لازم الاول اجيب الاندكس، يعني هو اللي انا هدلته ده موجود فين بالظبط. الاندكس يعني لازم اقول له الكونتنت دوت. طيب ماشي دوت اندكس بتاع الاولد رو. فانا بعت كونت دوت اندكس هات لي الاولد رو، هيروح يدور على الاولد رو ويجيب لي الاندكس بتاعه، وبعدين امسح الاولد رو ما عنديش مشكله. مسح الاولد رو. طب بعد ما مسح الاولد رو انسرت مكانه النيرو، فاقول له كونتنت دوت انسرت. الانسرت هيقول لي اديني القيمه اللي انت عايز تنسرتها والاندكس بتاعها. فاقول له الاندكس بتاعها كوما، قال لي اديني خلاص طب الفاليو اللي انت عايز تضيفها
له الفاليو اللي انا عايز اضيفها لان يورو. يبقى انا ايه؟ يبقى انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ رحت او جبت الاندكس اللي هيترمي ده في انه مكان بالظبط، جبت قيمته وبعدين حذفته، بس معايا هو كان موجود فين. بعد كده تعالى انسرت، انسرت في المكان ده نيورو اللي هو بالنسبه لي عمل عمليه الابديت، هي دي عمليه الابديت في الاصل. وبعدين افتح الفايل عادي جدا للرايتنج واقوم كاتب فيه كل البيانات والريترن ترو او ريترن فولس. هي هي وبينا نقول بسم الله، مش عارف هيضرب بوم في وشنا ولا ايه، بس يلا نجرب اللي احنا عاملين نظبطه ده. بسم الله ماشي. قلت له، قال لي انا عايز اعدل البيانات، قلت له مو، قال لي هو معين ماشي. ادي ايه امبلي رقم 2، لو دوست انتر المفروض مهمة تبدا زباين. تعال نقول مثلا مهيمن صبور مثلا، او ادوس انتر. تمام، اما ادوس انتر ايه اللي يحصل؟ اللي انا عملته لما ادوس انتر هياخد مفروض مهيمن صبور كامله. طب ويب ديفلوبر، تعال نقول ان ويب ديفلوبر مش هيغيرها، اما ادوس انتر كده المفروض تفضل ويب ديفلوبر زي ما هي. طبعا الامبلي سالري، طبعا هو نزل انتر عشان انا اصلا عامل سلاش ان، قلت له مثلا 21000. دوس انتر، قال لي امبلي ابديت سكسسفول. قلت له اشوف بعناية عشان اطمن ان احنا ظبطنا الاداء، كنا بنطبع احنا هنا. تعال مهم انسى شكلها اتغيرت، 21000 يبقى عمل ابديت وفي المكان صح وكل حاجه. طبعا عادل احنا كنا طيرناه. تعال نفتح بقى الايه الامب داتا دي، لاحظوا ايه بقى اللي حصل. ادي ايه مهيمن صبور وبقى 21000 صح، ده ميسر وغيره. طب لو جينا نجرب مع واحد تاني وخلاص، او يعني خلاص يعني ان شاء الله خير عشان بس وقتكم. اللي انا عايز بقى اعمله البروجكت، السمول بروجكت اللي المفروض تعملوه هقول لكم عليه في فيديو بسيط صغير جاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.